السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناة طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولادة. هكلمكم ان شاء الله النهاردة عن اهم 10 اسباب بتخلي طفلك الرضيع يصحى بالليل او يستيقظ بشكل متكرر، وكمان هقول لحضرتك ازاي تتعاملي بشكل صحيح مع الاسباب دي علشان الطفل يعرف ينام نوم عميق، وعلشان حضرتك تعرفي تنامي وترتاحي شوية. خليكم معانا في البداية، وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. استيقاظ الأطفال الرضع بشكل متكرر بالليل أو حتى صعوبة دخول الطفل في النوم مشكلة بتقابل كل الأمهات. في الفيديو ده هقول لحضرتك الأسباب اللي بتؤدي للمشكلة دي وإزاي تقدر تتعاملي معاها بشكل صحيح علشان الطفل ينام كويس وحضرتك كمان تعرفي ترتاحي. أول وأهم سبب معانا هو حدوث المغص أو الانتفاخ، والموضوع هنا نقدر نتغلب عليه بسهولة ونخلي الطفل ينام مرتاح بالإجراءات اللي هنعملها قبل الطفل ما ينام. لما تيجي ترضعي الطفل آخر رضعة بياخدها قبل النوم، لازم تكرعي الطفل مرة في نص الرضاعة ومرة في آخر الرضاعة علشان تخرجي أي هواء موجود في المعدة وما ينزلش للأمعاء يعمل مغص وانتفاخ للطفل. تاني حاجة، لما تيجي ترضعي الطفل رضعيه رضعة كاملة من ناحية واحدة من الثدي علشان الطفل ياخد كل أنواع الحليب الموجودة في الثدي ده، والموضوع ده أنا كنت اتكلمت عنه قبل كده بالتفصيل، هسيب لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف بتاع الفيديو. كمان ضروري جدا قبل الطفل ما ينام حضرتك تعملي مساج على البطن بشكل دائري في اتجاه عقارب الساعة. هتجيبي شوية زيت زيتون على ايديكي وتبتدي تدلكي بطن الطفل في اتجاه عقارب الساعة بهدوء خالص لمدة 2 أو 3 دقايق. ده بيساعد الطفل على انه يفضي اي غازات موجودة في بطنه. بالشكل ده الطفل هينام وهو مرتاح تماما، مفيش اي غازات موجودة في بطنه، وبالتالي الطفل ده مش هيقلق علشان عنده مغص او عنده انتفاخ. السبب الثاني اللي بيخلي الاطفال الرضع يصحوا بالليل بشكل متكرر هو الجوع، وده بيحصل أكتر مع الأطفال الرضع في أول سنة من حياتهم. الطفل الرضيع في أول 6 شهور من حياته متوقع إن هو يصحى بالليل علشان يرضع 2 أو 3 مرات، ده طبيعي جدا في العمر ده لأن معدة الطفل بتبقى صغيرة، فلما بيرضع بياخد كمية لبن صغيرة فبيجوع بسرعة وبيحتاج إن هو يرضع. لكن هنا في نقطة مهمة، الطفل هنا لما بيصحى علشان الرضاعة هنا الطفل ما بيفوقش قوي، هو بيبقى مدروخ. لو حضرتك نومي خفيف وخدت بالك ان الطفل بدأ يقلق وبدأت ترضعيه من بدري، الطفل بيرضع وبينام على طول، يعني هنا الطفل ما بيلحقش يصحى. لكن لو حضرتك نومك تقيل شوية والطفل قلق وحاول يدور على الرضاعة وحضرتك كنت نايمة، الطفل بعد شوية هيبتدي يعيط ويصرخ، وهنا الطفل بقى فايق تماما. فحتى حضرتك لما بترضعي الطفل غالبا الطفل بيلاقي صعوبة في انه يدخل في النوم تاني وبيقعد فترة يعيط ويزن، وممكن ما يسكتش الا لو حضرتك شلتيه وبدأت تتمشي بيه شوية او تهدهديه. المشكلة دي كنا نقدر نتغلب عليها لو حضرتك بتاخدي بالك بسرعة ان الطفل بدأ يقلق وبدأت ترضعيه على طول. اما بالنسبة للاطفال من عمر 6 شهور لعمر سنة، في العمر ده متوقع ان الطفل ممكن يصحى بالليل للرضاعة 1 أو 2، لكن عندنا حاجة كويسة نقدر نقلل بيها المعدل ده، وهو ان احنا ندي للطفل وجبة عشاء مشبعة تحسس الطفل بالشبع لمدة طويلة وتخلي صحيانه بالليل للرضاعة اقل ما يمكن. وانا كنت عملت فيديو قبل كده مخصوص عن اهم الوجبات المشبعة اللي نقدر نديها للاطفال الرضع، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. السبب الثالث اللي معانا هو التسنين. التسنين من اكتر الحاجات اللي بتأثر على مزاج الطفل وممكن تخلي الطفل ما يعرفش ينام كويس ويبقى بيقلق بالليل كتير. وطبعا كلنا عارفين فترة التسنين عند الأطفال اللي بتبدأ من عمر 4 شهور لحد عمر 2 سنين، وهنا لازم أقول إن أعراض التسنين بتختلف بشكل كبير جدا من طفل للتاني. حتى بعض الأمهات بيلاحظوا إن في أطفال عندهم ما كانوش بيتعبوا ولا بيقريفوا أيام التسنين، وفي أطفال تانية ليهم كانوا بيتعبوا جدا أو بيبقوا بيزنوا ومقريفين جدا في فترة التسنين. فالأعراض دي مش شرط تيجي مع كل الأطفال، لكن استيقاظ الطفل بسبب التسنين أو أريافة التسنين بيحصل بس لمدة 2 أو 3 اللي السنة بتشق فيهم، وبعد كده الطفل بيبقى كويس جدا. ونقدر نميزها لما بنلاقي اللثة بتاعة الطفل ورمة وان الطفل بيريل بشكل متكرر، الطفل عاوز يعض على الحاجات اللي موجودة حواليه، وان الطفل يبقى بيعيط ويزن بشكل متكرر. علشان نتعامل مع آلام التسنين عندنا آليات كتيرة جدا، اشهرها ان الام تدلك اللثة بتاعة الطفل
او ان احنا نجيب للطفل عضاده ونحطها في الثلاجه 10 دقائق او ربع ساعه ونخلي الطفل يعض عليها قبل ما ينام، ده هيريح الطفل كتير. وفي الحالات الشديده جدا ساعات بندي الطفل ده مسكن على هيئه شراب او نقط بالفم، لكن الموضوع بيقعد مع الطفل يومين او ثلاثه والطفل بيرجع يبقى كويس مره تانيه. لو عايزين تعرفوا كل حاجه عن اعراض التسنين وكيفيه تخفيف الام التسنين عند الرضع هسيب لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف بتاع الفيديو. السبب الرابع اللي معانا هو امتلاء الحفاضة او وجود التهابات في منطقة الحفاضة. السببين دول بالمناسبة مشهورين جدا. امتلاء الحفاضة بيحصل لكذا سبب، اولهم ان حضرتك ما تكونيش غيرت للطفل الحفاضة قبل ما ينام، تاني حاجة ان الطفل ده يبقى لابس حفاضة مقاسها اقل من المقاس المناسب للطفل، وبالتالي الحفاضة دي ما بتسعش كمية بول كبيرة والطفل بيحس بالبلل وهو نايم فبيبتدي يقلق ويصحى. السبب الثالث ان حضرتك تكوني بتستعملي حفاضة النوع بتاعها غير جيد، وبالتالي امتصاصها للمية بيبقى مش كويس، وبرضو جلد الطفل بيتبل والطفل بيتضايق وبيحس بالقلق وبيصحى. وعلشان نتغلب على المشكلة دي والطفل ما يحسش بالبلل وهو نايم، لازم نلبس الطفل المقاس المناسب لعمره، ولازم نشتري انواع جيدة من الحفاضات، ولازم نغير حفاضة الطفل قبل ما ينام مباشرة. كمان من الأسباب المهمة اللي تخلي الطفل يقلق بالليل هو وجود التهابات في منطقة الحفاضة، وهنا الطفل بيبقى نايم عادي وفجأة الطفل بيصرخ جامد وبيصحى وبيبقى مش عارف ينام. في الحالة دي عادة الطفل بيبقى عمل بول أو براز، وبمجرد الحاجات دي ملمست الجلد الملتهب الطفل بيحس بألم أو حرقان شديد ويبتدي يصرخ جامد وبيقابل صعوبة في إن هو ينام. في الحالة دي حضرتك لازم تغير الحفاضة للطفل مباشرة، ويفضل جدا ان الطفل ده ياخد حمام مية فترة علشان تهدي منطقة الجلد، وبعدين تدهني منطقة الحفاضة باي كريم ملطف للجلد زي كريم الزنك اوليف مثلا علشان يهدي جلد الطفل والطفل يعرف يدخل في النوم تاني بسهولة. وهأكد دايما على الاهتمام بمنطقة الحفاضة، وانا كنت عملت فيديو مخصوص للموضوع ده هسيبه لكم برضو في صندوق الوصف بتاع الفيديو. السبب الخامس اللي معانا هو مرض الطفل او التطعيمات. لو الطفل كان عيان اي عيا، عنده نزل برد او التهاب في الاذن او التهاب في الحلق او التهاب في اللوزتين او نزلة معوية او اسهال او اي نوع من المرض، في الحالة دي الطفل بيبقى حاسس بوجع في عظمه، الطفل حاسس انه تعبان وهمدان، وهنا الطفل بيقابل صعوبة كبيرة جدا في النوم، وكمان الطفل لو نام بيقلق بشكل متكرر. وفي الحالة دي بنلاقي اعراض مرضية ظاهرة على الطفل مع صعوبة النوم. وفي الحالة دي التعامل مع الطفل هو ان احنا بنديله العلاج المناسب بتاعه على حسب ما بيقرر الطبيب المعالج على حسب حالة الطفل وشدة الحالة، وهنا الام محتاجة انها تصبر شوية 3 او 4 ايام فترة تعب الطفل، وبعد كده الطفل بيرجع تاني يكون كويس. نفس الكلام بيحصل في اثناء ايام التطعيمات. الاطفال في ايام التطعيم جزء كبير منهم بيسخنوا وبيعانوا من صعوبة في النوم او بيصحوا بشكل متكرر في الليل، وهنا انا بقول جزء كبير لان في بعض الاطفال ما بيسخنوش من التطعيمات وما بيظهرش عليهم اي اعراض بعد التطعيم، وبالمناسبة الاطفال دول بيبقوا استفادوا من التطعيم عادي خالص. الموضوع اختلاف فردي ما بين الاطفال. فلو كان طفلك من الاطفال اللي بيتعبوا في ايام التطعيمات، فهنا الطفل هيقابل صعوبة في النوم او هيصحى بشكل متكرر بالليل في يوم التطعيم ويوم كمان او يومين كمان في اغلب الحالات، وبعد كده الطفل بيرجع يبقى كويس. وهنا التعامل مع الطفل ده ان احنا بنديله خافض الحرارة ومسكن الالم المناسب لعمره. انا كنت عملت فيديو قبل كده مخصوص للتعامل مع التطعيمات عند الاطفال، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. السبب السادس اللي معانا هو ان الطفل يبقى نايم في مكان غير مناسب لنوم الطفل. يعني الطفل ده قاعد في مكان فيه إضاءة عالية جدا أو فيه صوت عالي جدا، الأطفال الرضع ما بيعرفوش يناموا في الأجواء دي، وبرضو الأطفال الرضع ما بيعرفوش يناموا في الظلام الدامس ولا بيعرفوا يناموا في الهدوء التام، لأن الطفل لو قلق في اللحظة دي ولقى فيه ظلام دامس أو فيه هدوء تام الطفل بيحس بالخوف وبيبتدي يعيط. البيئة المثالية اللي الطفل الرضيع ينام فيها هي البيئة اللي الإضاءة تبقى خافتة شوية ويبقى في صوت موجود حوالين الطفل لكن صوت خافت
ما يبقاش عالي. ودي الآلية اللي بنستخدمها لتسهيل نوم كتير من الأطفال، اللي هو استخدام القرآن أو استخدام الضوضاء البيضاء علشان الطفل ينام. أطفال كتير لما بنشغل لهم القرآن بصوت خافض جدا، فبيبقى الطفل سامع صوت في الخلفية، فحاسس بالونس وحاسس بالألفة، فحتى الطفل لما بيجي يقلق مجرد ما بيسمع أصوات حواليه ليها رتم ثابت الطفل بيرجع ينام تاني من غير ما يعيط. لكن لو في أصوات عالية جدا أو في إضاءة مبهرة موجودة في المكان، يبقى الطفل ده مش هيعرف ينام. يبقى حضرتك لازم توفري للطفل البيئة المناسبة اللي تبقى مريحة ليه علشان ينام كويس. السبب السابع اللي معانا هو شعور الطفل بالبرد أو بالحر. كتير من الأطفال الرضع وهو نايمين فجأة الطفل ممكن يقلق بسبب انه لابس لبس كتير جدا او تقيل جدا، والطفل بقى حران وبقى مخنوق ومتضايق وعمال يعيط. نفس الكلام لو الطفل صحى وحس بالبرد الشديد، برضو الطفل هيقعد يعيط. يبقى حضرتك لازم تلبس الطفل الملابس المناسبة لدرجة الحرارة الموجودة عندك. وهنا الموضوع بيختلف بشكل كبير من بلد للتانية ومن بيت للتاني، فحضرتك اكتر واحدة تقدري تقيمي ايه اللبس المناسب اللي الطفل ده لازم يلبسه. لو الجو عندك برد جدا مفيش مشكلة ان الطفل يلبس طاقية، مفيش مشكلة نلبس الطفل جوارب في رجليه او الشراب، مفيش مشكلة انه يلبس جوانتي. حضرتك استخدمي كل الاليات اللي تخلي الطفل يبقى نايم مرتاح، ما يبقاش حاسس ان هو حران وما يبقاش حاسس ان هو بردان. السبب الثامن اللي معانا بنشوفه اكتر مع الاطفال اللي بيرضعوا طبيعي، في حالة ان الام المرضعة بتشرب منبهات كتير او بتاخد اي حاجة بتحتوي على الكافيين بشكل كبير، زي الشاي او القهوة او النسكافيه او المشروبات الغازية او الشوكولاتة. الحاجات دي كلها بتحتوي على الكافيين، وجزء من الكافيين ده بينزل للطفل في الحليب، والطفل هنا بيبقى فايق ومصحصح وعنده صعوبة في النوم، او حتى الطفل ده لو نام بيقلق بشكل متكرر. والحل هنا ان حضرتك تبتعدي عن المشروبات دي طالما حضرتك بترضعي. والموضوع ده انا نبهت عليه كذا مرة، وللأسف كتير من الامهات بيعترضوا على التنبيهات دي، لكن حضرتك في الاخر اللي هتسهري طول الليل بالطفل. جربي توقفي الحاجات دي وتشوفي نوم طفلك بقى شكله ايه، هتلاقي نوم الطفل بقى اكثر انتظاما. نفس الكلام مع الاطفال الكبار شوية اللي اكبر من 6 شهور، للأسف في بعض الناس بيدوا للاطفال دول الشاي. الشاي بيحتوي على الكافيين، الطفل ده مش هيعرف ينام كويس. وبالمناسبة الشاي ممنوع اعطاءه للاطفال قبل عمر 5 سنين. السبب التاسع اللي معانا هو ان الطفل ده يبقى نام في فترة النهار مدة طويلة جدا، ودي نقطة نبهت عليها كتير في تنظيم نوم الاطفال الرضع. علشان تخلي الطفل يبقى صاحي بالنهار وبينام كويس بالليل، لازم نعلم الطفل او نعوده من وهو لسه صغير عنده 2 و3 شهور، نعوده يفرق ما بين الليل والنهار. لازم الطفل ما نسمحلوش انه ينام مدة طويلة بالنهار علشان يعرف ينام بالليل. الطفل مسموح له ينام بالنهار لكن فترات صغيرة جدا ويصحى، علشان الطفل بالليل يعرف ينام كويس. فهنا لازم تتبعي تعليمات تنظيم نوم الطفل الرضيع اللي انا اتكلمت عنها قبل كده بالتفصيل في فيديو سابق، هتلاقوا الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. السبب العاشر واخر سبب معانا لاستيقاظ الاطفال الرضع بشكل متكرر هو احساس الطفل بالوحدة او بالخوف. كتير من الاطفال الرضع ممكن يقلقوا بالليل بشكل بسيط، بيلاقي الام موجودة جنبه حاسس بيها، بيلاقي في اضاءة خافتة او في اصوات حواليه بشكل بسيط، الطفل بيحس بالونس وبالالفة وبينام تاني. لكن لو الطفل قلق وحس ان هو لوحده، في الحالة دي بيحس بالخوف وبيبتدي يصحى ويفوق ويقعد يعيط. وعلشان نتجنب القصة دي نقدر نعمل كذا حاجة. اول حاجة لو حضرتك مش نايمة جنب الطفل، حاولي تخلي حاجة من الملابس بتاعتك موجودة قريبة من الطفل، علشان الطفل لو قلق بيشم ريحة الام جنبه فبيحس بالونس. الحاجة التانية لازم يكون في اضاءة خافتة حوالين الطفل، ولازم يكون في اصوات محيطة بالطفل، زي ان احنا نشغل القرآن بصوت خافت. الطفل هنا لو قلق بيحس ان هو مش لوحده، بيحس ان في اصوات او في ناس موجودين حواليه، بيبقى شامم ريحة الام، فالطفل بينام تاني ما بيحسش بالخوف ولا بالوحدة. دي كده اشهر الاسباب اللي بتخلي الاطفال يصحوا بالليل بشكل متكرر، وازاي حضرتك تتعاملي معاها بشكل صحيح. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.